احكي لك بقى موقف يا كابتن اسلام اتفضل. عن محمد الشناوي، بس موقف بقى ايه يعني حاجه حلوه. يعني في بدايات محمد الشناوي لما طلع معانا الدرجه الاولى كان لسه لعيب صغير، عنده 17 18 سنه، كان مستر مانويل دايما بيعمل فكره ان الولاد الصغيره من قطاع الناشئين بتطلع تتمرن مع الدرجه الاولى تكتسب خبرات. فمحمد الشناوي جه لمستر مانويل كان شكله عايز يزوغ من التمرين بتاعت بكره. لسه ولد صغير ما عرفش حاجه يعني. هو دلوقتي ما شاء الله خبرات كبيره يعني. فعايز يزوغ من تمرين بكره. فقال لي مستر مانويل، قال له انا عندي بس امتحان بكره فمش هقدر اجي التمرين، عايز اغيب يعني. فمستر مانويل قال له اوكي يعني بالتوفيق وربنا يوفقك في الامتحان. غاب تاني يوم، جه بعدها بقى بيوم بعد الامتحان بيوم. فاحنا واقفين مع مستر مانويل زي ما احنا متعودين قبل التمرين بنكون واقفين. فدخل سلم الشناوي على مستر مانويل، فمانويل قال له ايه اخبار الامتحان امبارح؟ حليت كويس؟ فقال له اه حليت كويس. فاحنا واقفين، امبارح ايه ده؟ امبارح 6 اكتوبر مصر كلها اجازه. فاحنا يعني غرقناه على الهوا يا زلمه. على الهوا ده قلنا له امبارح اجازه. قال له شناوي انت بتكذب عليا، تقول لي امبارح امتحان؟ وراح منزله شهر في قطاع الناشئين يتمرن تاني. يا نهار ابيض. وكان درس، كان لسه طبعا ولد صغير بيتعلم الدرس، طالع 17 18 سنه لسه بيتعلم. لكن ما شاء الله دلوقتي شوف بقى الشناوي خبرات الكبيره دلوقتي، واحد يعني اصبح من مش من افضل الحراس الموجودين في مصر، لا ده في افريقيا حارس مصر الامين، حارس مصر الاول. انجازاته كمان مع النادي الاهلي، شفنا في كاس العالم للانديه اللي في الدوحه بيكسب النادي الاهلي امام بالميراس البرازيلي في ركلات الجزاء، واحد من النجوم طبعا في البطوله السابقه. التضحيات بقى كابتن اسلام، لما محمد الشناوي بياخد افضل لاعب داخل قاره افريقيا وعندنا ماتش وعندنا مباراه مهمه وفتره كانت مهمه، والفتره دي ما كانتش افضل حاجه شعورا بالجمهور واحتراما لجمهور النادي الاهلي، لم يحتفل. هو دي اللعيبه اللي فعلا لازم تكون موجوده جوه النادي الاهلي ولازم دايما يساندها جمهور النادي الاهلي. شوف لما فتره من الفترات ما كانتش الكوره ماشيه معاه بلغه الكوره، يعني احنا لعيب الكوره معرضين فتره تلاقي نفسك موفق فتره مش صحيح. جمهور النادي الاهلي نظرا للرصيد الكبير اللي عند محمد الشناوي كان دور جمهور النادي الاهلي انه يقف جنب محمد الشناوي، وده اللي حصل الحقيقه. وفي نفس الوقت يعني انا بقعد والله العظيم يا اسامه، انا والله العظيم بتكلم بمنتهى الاريحيه وما عنديش اي مشكله مع اي حد ولا اي حاجه خالص، ولكن بقعد افكر كده اقول الله، هو ليه الكابتن الخطيب بيعمل يعني مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل كده ليه؟ هو بيعمل كده ليه؟ علشان يعلم الشباب اللي جاي. هو ليه بيعلن عن الشناوي؟ على الجانب الاخر بقى هتجد ايه؟ ان انا ممكن اجيبك لو انا بقى رئيس النادي الفلاني، اقوم جاي جايبك اقول لك شفت اهو واحنا واقفين وافرج مصر كلها عليك واقول انت مش عارف بتعمل ايه. على الجانب الاخر يعني قصص من دي كتيره حصلت خلال الفتره السابقه ولكن لا يتم الاعلان عنها. لكن انت دلوقتي لما تعرف ان الكابتن خطيب او يعني بيتحط على صفحه النادي الاهلي هذا الكلام، عارف ده معنى ايه؟ ان انا بعلم الاجيال، خلي بالك انا بعلم الاجيال الصغيره ان انا عندي حارس مرمى عنده 34 سنه افضل حارس في افريقيا افضل حارس في مصر، وجاي له عرض لو هو بياخد جنيه جاي له عرض ب 3 جنيه صح كده او 3 ونص كمان خلاص، وبيرفض هذا العرض، مش عرض واحد عرض واثنين، وبيرفض هذا العرض احتراما وحبا لجمهور النادي الاهلي وللوقت اللي احنا موجودين فيه. حقيقي. فهنا انت بتعلم الاجيال اللي جايه ان لا طبعا كل واحد وتفكيره، ممكن واحد يفكر في الفلوس وممكن واحد يفكر في حاجه تانية، ممكن واحد يفكر في الفلوس وممكن واحد يفكر في المجد. لا وخلي بالك انت في النادي الاهلي برضو انت بتجمع كل حاجه، تجمع الفلوس وتجمع طبعا البطولات طبعا الشهره الاسم التاريخ كل حاجه. طب انت في النادي الاهلي انت يعني مش بتكسب بطولات بس، انت بتكسب كل حاجه. فده موقف صراحه كابتن اسلام يعني يحيى عليه محمد الحقيقه. وفي نفس الوقت برضو يا اسامه ما شفتش كابتن خطيب بيتاجر بهذا الموقف على الهواء. خلي بالك دي مهمه جدا. كابتن خطيب او يعني لما بقول الكابتن يبقى مجلس اداره يبقى انا بقول مشرف على الكوره، بقول ما قالوش يعني ايه رايك يا شناوي تروح في الحته الفلانيه ولا تعمل، لا 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 هو زي ما قلت ان وجود الكلام ده على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي لتعليم الاجيال القادمه ان مش كل حاجه الفلوس،
انت فاهم؟ مش كل حاجه الفلوس. اوكي عايز تفكر في الفلوس مفيش مشكله، لكن هتروح، وشفنا امثله كتيره جدا لا داعي لذكرها دلوقتي، ولكن هتشوف الشناوي جمهور النادي الاهلي هيعمل معاه ايه بقى الفتره اللي جايه، وهو ده المهم. ازاي تقدر تعلم الاجيال ان في حاجه اسمها، في حاجه اسمها انا بحب نادية، انا مخلص للنادي، ومعنى كده ان مش معنى كده ان انا ما باخدش فلوس. لا، انت بتاخد افضل فلوس بتتاخد في مصر بالمناسبه يعني، ومحدش بيتكلم على حجم التضحيه دي الا لواحد زي محمد الشناوي علشان يعلم الاجيال الكتير.